ناخذ الكلمات سلسين مثل ما قلت، كلام محكي، كلام بيعبر عن الحب. نعم. كل نعم. يوم نعم. بس نعم. بدنا نعرف مين هيدا اللي ملبكتك حتى عم بينحكى وراء الكواليس انه في قصة عشق عشق وفي زواج يمكن على الطريق. لكي منين جايبه هالمعلومه؟ منقول ولا ما منقول؟ ما تقولي. لكي قلت لهم انا باكثر من لقاء حكيت انا يعني انسان، خلينا نكون واقعيين، يعني اي شخص في الدنيا بلا قصه حب، ان كان من البنات ولا من الشباب، فحياته انا برايي سدن يعني. أكيد. يعني ما بدها تكون في حياه. أكيد. اليوم وقت اللي بتحب شخص يعني بتعيش هيك، بتفرح وقت اللي بتسمع له، ما ضروري قلت انا ما ضروري انك تحب يعني تغرم، فينك تحب امك، فينك تحب رفيقك، فينك بس، ولكن يعني القصه المجمله انك تحب وحده هي تحبك وانت تحبها ونجاحك تهديها نجاحك وهي تهديك مثلا تهديك ابتسامه لهذا النجاح ابتسم. حلو الانسان يعني، ما حلو الانسان كمان يضل ليكي. انا بتمنى، وانا قلت لهم انا فكروا العالم انه انا رافض فكره الزواج، انا ماني رافضه. انا قلت لك بتزوجك بحديث البلد. برافو، انا ماني رافض. الله يطول عمري، انا ماني رافض فكره الزواج بقدر ما اني كثير متأني. يا عيني عليك، متأني لحتى يعني انا ما بحب الغلط، يعني بخاف من بعدين، يعني اليوم انت مثلا بدي حدا يشبهني من جوا، يعني تدرسها مزبوط يشبهني، ما انه انا يعني ما كثير القصه، ما انا يعني قصه علم ولا يعني، بس بدي انه تشبهيني من جوا مشان روح. يا عيني عليك. بس هلا ما عم تحكي لي، ما عم تحكي لي مثل عامة الشعب، عم تحكي لي مثل هدول الفنانين اللي ما بدهم يوصلوك لبيت القصيد. انا بوصيك. قلت لك انا هيك بدي. شو بدنا اسمع؟ شو بدنا اسامي؟ بدنا مزبوط. في وحده اخذت له عقله لعلي الديك هالفتره. لك عيش قصة حب حلوة يعني، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب لك عيش. معقول نروح على زواج؟ يعني إذا ركبت الأشياء على بعضها، إذا ركبت منروح، إذا ما ركبت هي علنا. أنا ماني يعني أنا ماني هذا الإنسان الجبان. لك ركبت القصة بروح، ما ركبت القصة بدي لف على اليمين أنا ورايح، بدي أكيد برجع تعمل منعطف. طبعا طبعا تعمل منعطف. شو بتلاقي علي؟ علي طبعا هو بلش ترند، يعني هو رسخ ترند هالنوع من الاغاني الشعبيه اللدقانيه مثل ما قلتي والدبكه، وله كثير مقلدين. يعني كيف بتقيسي نجاحه؟ انه في كثير مقلدين، في كثير فاتوا بهيدا الخط، وهو عمل شيء يعني عاده اللبنانيين ما بيعجبهم العجب. حبوا علي الديك، وبما يعني نعمه خلص بلش الله. بلش موجه، وهو يعني صاحب موجه، ما فيك الا ما تقولي هيك، مثله مثل غير اشخاص كمان اصحاب موجه. نعم. بس بدي اقول لك شغلي، انا يعني بدايه الحاصوده وقت اللي غنيت سمره وانا الحاصوده، يعني كنت عامل اغاني كثير وتعبان كثير بالاغاني وغرام وشيل وحط، فاجتمعت انا والكاتب احمد شحادي بوجه له تحيه وسائر وماهر العلي، طلعنا قعدنا عنده هيك يعني على صوبه حطب وعم يشوي هالفرايات، لا ما كست انا فري مصطاد سمن وفري، قعدنا عم وشت الدنيا، وطلع اللحن معنا جاي تسنبل وراي سمروان الحصودي، وعملت بعدها طل الصبح ولك علوش. يعني العالم العالم بحاجه واحد ولك علوش. يلا كلنا صوت طيبه.